خلونا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. نبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديداً من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجياً لحد ما نوصل لغمرة، وكوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية. الكورنيش من المظلات إلى وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. ونستكمل جولتنا بشوارع الجيزة، وشارع الهرم بيشهد كثافات مرورية والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع الماريوتية. وفي كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة الماريوتية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفط ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح معاكم للإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، وفي كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بقى الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. نكمل جولتنا المرورية وهنروح أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. خلونا بقى بعد ما خدناكم في جولة عن أحوال المرور ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في نشاط رياح على أغلب الأنحاء بتكون مثيرة للرمال والأتربة. كمان في فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى. فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية. بتكون متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 44، وأقل درجة حرارة في كاترين 22 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.